عرف نفسك. انا سامع اسماعيل، مواطن مصري، جاي النهارده طبعا عشان مش ادافع عن الاربعه اللي ماتوا امبارح، لكن بوجه رساله للكيان الصهيوني لن تكونوا بعد اليوم. نقولها لكم من امام سفاراتكم، لن نثيق لكم سفير في مصر، لن نثيق لكم بعد اليوم سفاره في مصر. زمن المهانه، زمن الاستهانه قد ولى، قد فات. لن تجدوا حسن مبارك بعد اليوم بيننا. نحن سناخذ الصقر من اليوم ومن قادم. اسرائيل لن تكون لها وجود على وجه هذه الارض. انتم كيان غاشم وكيان قذر، وبنحذركم، ومن اليوم سوف تواجهون من لم تواجهونه من قبل. درس 73 سيتكرر مرارا وتكرارا. شعب مصر قال كلمته، تسمعون؟ الله أكبر. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. لن نقبل لكم يا يهود، لن نقبل الكيان الصهيوني أن يتعدى على أحد من إخواتنا ومن أولادنا. ونهيب نقول كلمة للمشير طنطاوي، إذا كنت أنت لن تتحرك فسوف نتحرك نحن. الشعب المصري 90 مليون مصري يقول لا للكيان الصهيوني، لا للوحدة، نعم للوحدة العربية. أنتم أقمتم مجازر في فلسطين، أنتم سبب كل المهانة التي نعيش فيها الآن، أنتم سبب تفرقة السودان. المجازر التي تحدث في فلسطين لن نقبلها. بكرة السبت يوم ذكرى محرقة القدس، سوف تجدونا في كل مكان، سوف تجدونا في ميدان التحرير ومدينة السويس، مدينة العظماء، وفي اسكندرية في القائد إبراهيم. نحن نطالب، نحن شباب مصر نطالب القادة العسكريين والمجلس العسكري بطرد سفارة الكيان الصهيوني. لن نريد بقاؤكم في مصر بعد اليوم، ولن نريد وجودكم في أي دولة عربية. إن كنتم تحايلتم على القادة السابقين فلن وجود لمبارك بعد الآن. الآن الشعب المصري هو الذي يقول كلمته، ومن اليوم فاسمع منه. هذا ليس سمع وهذه ليس رأي، إنما هو تهديد للكيان الصهيوني. شعب مصر من اليوم قال كلمته، سوف نحارب إسرائيل بكل ما وراءها. كانت وراءها إيران، كانت وراءها أمريكا، كانت وراءها كل من كان. شعب مصر سيحارب وسنقاتل من أجل العزة، لا مهانة بعد اليوم. شكرا.